فكره مين حرب الاستنزاف وازاي ساعدت ومهدت الطريق لحرب اكتوبر؟ دي القياده العامه. القياده العامه بتفكر ازاي انا اعمل استنزاف وارفع قدراتي. الاستنزاف ده بتعمل ايه؟ بتنقل لك خبره قتال. يعني انت النهارده في الظروف اللي عايشين فيها دلوقتي انت بتسمع عن تدريب مشترك كتير. ما التدريب المشترك ده عوضا عن الحرب. فانت النهارده الحرب موجوده اما انا اشتغل وبدات تعمل هنا حرب الاستنزاف بتبقى هدفك كذا حاجه. نمره واحد انك انت بتعيد تطعيم المعركه بالنسبه للجنود المصريين او المقاتلين المصريين وبتمنع الجانب الاخر من انشاء التحصينات بتاعته لان كان خط برليف لسه في بدايه التكوين فانت بتمنعه فتضربه بمدفعيه تضربه بالدبابات الحرب النفسيه اللي كانت بيننا وبين الجانب الاخر بالفعل بنستنزفه استنزاف بالفعل استنزاف حاجه تانية مثلا هو بيجي بطيرانه وبمدفعياته وهو بيبقى عنده الرد الحاسم باعتباره يعني يجي يضرب الموقع ده اللي طلع منه شطات يضربه بكميه مدفعيه وطيران رهيبه جدا وبعدين يجي يشوف الخسائر اللي طالعه ايه ما هو ارض في قناه السويس الشرق اعلى من الغرب فانت بتبقى شايف اللي في الغرب كله فيجي يدور يلاقينا احنا طالعين من الارض تعرف زي ما يكون زرع طالع من الارض كده دي حاجه اسمها الحفره البرمليه اول حاجه عملناها انت هتدافع عن نفسك مفيش ملجا ولا فيش تحصينات فبتعمل حفره برمليه طولها عمقها متر ونص يا دوب ينزل فيها بس انت وهي قطرها متر بتنزل فيها وتقعد الفكره فيها ان اي قنبله بتنزل بالانفجار بتاعها بقى زي سبعه كده والموج الانفجاريه تبقى موصل سطح الارض فانت بتبقى جوه يبقى كل ده هيعدي عليك مش هتصاب فكره بسيطه جدا وكانت عظيمه جدا صحيح فهو بعد الضرب ده كله بيلاقي الناس دي طالعه من الحفر دي سليم بتعمل له احباط وانت بتضحك عليه معنى اهو ما هي دي الحرب النفسيه بقى افكار ببلاش كمان ودي حرب نفسيه هو بيقعد يشتمك لان جايب لك اليهود العرب بيقعد يشتموه فانت بترد عليه بالحاجات اللي انت بتشوفها دي بدانا بقى في ايه بعد كده بنعد الناس في التدريب لازم نتعلم التاديف لان دي مهمه جديده انت هتعبر مانع مائي او مش هتعبر مائي هتقتحم مانع مائي اصل العبور ده لو انا الترعه قدامي وهعدي الناحيه الثانيه لكن انا هقتحم يبقى في هناك حد هيضربني وانا بعدي في ظرف يبقى ده اسمه اقتحام فبالتالي انت هتقتحم مانع مائي يبقى لازم الناس تتعلم التاديف تتعلم السباحه على الاقل 50% يعني فبالتالي ده مهام اضيفت للتدريب طيب انا عايز اشجع الناس على الموضوع ده ففي ناس عندي بالطواعم داخل الوحده مش خارج داخل الوحده مثلا لواء هنقول احنا عايزين نشكل سريه مقاتلين للعدو الشرق مين يجي انا فندم نكون المجموعات دي يبدا تتسلل بالليل تروح ليها مهام بقى تروح الناحيه الثانيه هو هناك بقى ايه بيعمل نقط قويه بيقول ما ننسى النقطه قويه سريه موجهه 600 متر هو عامل فيها ثلاث نقط حصينه بيتجمعهم كلهم في نقطه واحده بالليل وقفلوا على نفسهم بالخوف فاحنا بنقرص دين دخل نقطه فين فلان فلاني طب مين العسكري اللي كان بيشتمني فلان فلان في الحته الفلانيه في النقطه فاضيه من المره دي يبقى فلان هينزل يجيب حاجه من حاجاته اللي في النقطه دي او يجيبه لا هو هيكون راح في النقطه لسه ابتدى يعدي هو هيكون راح في النقطه اللي بيقعدوا فيها يروح يجيب حاجته من هناك ونيجي على اهله على السلك تاني يوم هو بيشتم انا بقول له بقى دي المره الجايه هجيبك انت مكانها انا اهو انا جوه وانا هجيبك مكانها المره الجايه فمن هنا الحاجات دي كانت بترفع روح المعنويه بطريقه يعني ما تقدرش تقدرها ما لهاش حساب يعني الى ان انت بدات بقى تدرب الناس واحنا في التخطيط الاستراتيجي للتدريب اخذنا في حاجه اسمها مبادئ التدريب عندنا 12 مبدا تقريبا فبناخد منهم مبدئين اهم حاجه فيهم لان انا محتاج بسرعه مبدا التدريب على كل ما هو مشابه لمسرح العمليات التدريب على كل ما هو ضروري للحرب مبدئين اهمين ايه هو مشابه لمسرح العمليات ان انا بدات اخد بانوراما من الموقع عن النقطه القويه دي بشكلها بسلكها بالموانع الالغام بتاعتها هي دي اللي انا هتعامل معاها اللي انا رصده وانقلها على وابنيها على النيل في المساحات اللي فيها النيل واسع على قد القناه لان القناه من 100 ل 200 متر
فانت بتنقي الاماكن اللي تشابه نفس الموضوع عشان لما انزل في الميه واقعد ادف واروح بعمل حسابي في الازمنه يعني. ويبقى الجندي اللي هيحارب هيحارب هنا هو اللي بيطلع على النقطه دي، يبقى انا بدربه على ما هو كله مشابه لمصلحه العمليه. طيب ما هو لازم للعمليات؟ تسليح بقى، التسليح والكلام ده. لا وطريقه العبور والتخطيط يعني عشان الاقتحام نفسه. فانت نمره واحد دربته على التاديب والعوم، اتنين بقى هيطلع الساتر والترابي ده ازاي؟ دي مشكله. طيب هي هتبقى مهمه تقيله على الموجه الاولى، لان هو اللي هيبقى معاه السلالم صحيح. اللي هتتعمل اللي جاي بعد كده هو اللي هيطلع في الرمل ده، فمحسوب زمن الطلوع بتاعه لانه هياخد زمن اكتر. لان الرمل سايب ورجليك بتغرس فيه، فانت كل ما تشيل رجل تحط رجل تانية اكنك مشيت 10 سم مشيت خطوه. فبالتالي دي كانت مشكله يعني، يبقى انت بتدربه على كده. طيب الحاجه الثانيه هو لما هيعبر وهنقتحم هنقعد نقاط اليومين، انا مش ضامن التموين، فيبقى لازم اديله تموينه معاه. طيب هيشيله ازاي؟ يعني هو الانسان له قدره على الشيل. فانت هتديله الكلام ده. فانت لو رجعت الافلام القديمه هتلاقي ان في الجندي لابس جاكيت لونه بني، وده مش لبس الجيش المصري، كان لونه بني. الجاكيت ده اتعمل مخصوص عشان يشيل التموين، عشان يشيل التموين جواه في جيوب متقسمه بالتوازن على الجسم، بحيث انك ما تلبسه ما تشيلش، ما انتش شايل تشيلك تاني، لا تتعوج يمين ولا شمال ولا كلام زي كده، لغايه ما تعدي الناحيه الثانيه بتشيل الموضوع ده يعني. فده كل ما هو دور الحرب، يبقى عملت السلالم، عملت اللبس بتاعه اللي هيعدي بيه، السلاح المناسب عملته له، بدات اعمل حسابي ان انا في الموجه الاولى هيعبر معايا مهندسين عشان يجهزوا المطالع بتاعه البرمائيات والكلام ده. يبقى انا في التخطيط بادئه مع الموجه الاولى، عشان ده بعد مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه تبدا الابحار بالمعدات البرمائيه، يبقى اذا النهارده لابد ان انا اكون الشاطئ الثاني جاهز، فلازم يكون يبقى الاجراءات دي كلها اتعملت، كل حاجه معمول حسابها، اتعملت حسابها. وبالتالي لما انت جيت تدخل الحرب قدرت تنفذها زي ما الكتاب زي ما بيقولوا زي ما الكتاب بيقول بالظبط يعني.